لحين جهوزيتها، رح ننتقل إلى واحد من طلبتنا الأعزاء، شبابنا اللي إحنا أكيد نفخر فيهم، الطالب أكرم أبو الفي سفير الجامعات الفلسطينية لشهر أيلول عام 2024، ينضم وإيانا عبر خط الهاتف. صباح الخير أكرم. صباح النور رهام. صباحك صباح الخير للجميع. يسعدك، يسعد صباحك. أكيد الطالب في جامعة فلسطين التقنية خضوري أكرم أبو فية حصل على لقب أفضل سفير للجامعات الفلسطينية، مبارك هذا اللقب، وإن شاء الله تكون على قدر المسؤولية وحمل هذا اللقب والاستمرارية فيه، وأكيد نصح العديد من الطلاب زملائك بأنه يكونوا على نفس الخطى. ولكن احكي لنا في البداية أكرم عن هذا اللقب، كيف حصلت عليه وشو يعني لقب أفضل سفير للجامعات الفلسطينية؟ تمام، أهلا وسهلا في الجميع وصباح الخير لكم جميعا. شكرا لتلفزيون الفجر، أكيد ممتن للفرصة الحلوة هاي. العفو. بالبداية بعرفكم نفسي، أنا أكرم أبو الفي، طالب في الهندسة الكهربائية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وعلى عتبة التخرج إن شاء الله. ما شاء الله. الأسبوع الماضي حصلت على لقب سفير الجامعات الفلسطينية، بس الجميع لسه مش فاهم إيش هو هذا اللقب أو إيش التفاصيل، فاليوم بشرفني أن أطلعكم على هاي التفاصيل. أكيد أكيد، وإحنا لنا الشرف طبعا. من 6 شهور تقريبا جامعتنا أكيد هي جامعة رائدة عالميا وسباقة، وتسعى دائما لتكون بالمقدمة في جميع المجالات. ففي عنا إحنا جمعية عالمية موجودة اسمها IEEE، هي عبارة عن جمعية لمهندسين الكهرباء والإلكترونيات، وبتضم أكيد جميع الجامعات الفلسطينية من مختلف أنحاء العالم. وأكيد في عنا هنا في جامعتنا جامعة فلسطين التقنية خضوري في ممثل رسمي إلها بالجامعة، وهو الأستاذ الدكتور سامر السعدي. بوجه له تحية أكيد، أستاذي والمرب الأول اللي كنا بنفتخر فيه بقسم الهندسة الكهربائية، فهو أتاح لي هاي الفرصة لأكون أنا ممثل عن جامعتي في هذا المحفل الدولي. اللقب إجا كمان إنه جمعية IEEE بتنظم مسابقة عالمية في البرمجة والبروبلم سولفينج يسموها الإكستريم، وبتصير كل سنة بهذا الشهر اللي هو بشهر أكتوبر اللي إحنا فيه. يعني وأكيد كل الجامعات سواء الفلسطينية أو العالمية بتتنافس على الصعيدين يعني المحلي والدولي. فأنا من 6 شهور إلى اليوم كنت المنظم والمنسق لهذه المسابقة في جامعتي، وكان عندي مهام لازم يعني أقوم فيها من ترتيب وتجهيز وإعداد للطلبة لهذا الأمر أكيد. وما بعد التعب إلا الجزاء الحسن يعني، ولله الحمد. تم اختياره من قبل أنا الجمعية الأم يعني والأشخاص القائمين على الجمعية أن أكون ممثل وسفير عن الجامعات الفلسطينية جميعها في هذه الجمعية ولجامعتي أكيد. فلصار بعدها أنه جامعتي الحبيب جامعة خضوري بجميع طواقمها أكيد الأكاديمي والإداري والخدماتي بنفخر بهذا الإنجاز اللي هو للجامعة. ومن هون أكيد بحب أشكر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسين شنك على دائما يعني دعمه الأساسي للطلبة، وأنه هنأني بهذا الأمر. والله صراحة أكيد. إحنا كمان يعني يا أكرم حابين نهنئك بهذا اللقب، ونموذج شبابي طموح واعد للمستقبل بأنه يكون أفضل وأفضل من ما مضى بهدوء وبركيزة، وباختياره كواحد من شباب جامعة أو طلاب جامعة فلسطين التقنية خضور اللي إحنا بدورنا كمان بنوجه لها كل التحية، ممثلة برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسين شنك، وأيضا كمان بنشكر الأستاذ الدكتور سامر السعدي اللي كان كله ثقة فيك كطالب أكرم. يعني أكرم أنت خير مثال على الطلاب المجتهدين اللي دائما بيسعوا لتقديم صورة نمطية أفضل للجامعات الفلسطينية. لقب سفير أو أفضل سفير للجامعات الفلسطينية والمنطقة 8 لشهر أيلول لقب مش صغير ومش سهل ومش هين على طالب جامعي، فأكيد هذا بيحفزك للاستمرارية في الحصول على العديد من
الخبرات وعلى العديد من المشاركات بكل المحافل سواء المحلية العربية والدولية. فهيك تجربة كانت بتعود عليك بالفائدة، كيف حاولت تشاركها مع العديد من زملائك في ذات التخصص؟ أكيد أنا كمان بحب أنوه لشغلة بسيطة، إنه أنا من يعني من بداية دراستي في جامعة خضوري كان عندي اهتمامات كثيرة يعني داخل الجامعة، وأكيد جامعتنا بتقدم كثير شغلات وفيها كثير شغلات، من ضمنها اللي هو نادي الهندسة الكهربائية في تخصصي. كلية الهندسة إجمالا عندها عدة نوادي يعني الطلاب اشتركوا فيها ولهم فعاليات جميلة جدا. فالأثر موجود من قبل هذا الموضوع ريهام. فحاليا يعني من بداية دراسة إلى اليوم أنا بحاول جد أكون خير مثال للطلبة، بحاول أساعدهم سواء على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد الشخصي يعني. فالدكاترة إن أكيد ما بقصروا بهذه المواضيع نهائيا، دائما داعمين يعني. كلية الهندسة إن ما شاء الله عنها يعني فيها كثير طلبة كفؤ وما شاء الله عنهم رائعين، لكن أكيد الجامعات الفلسطينية وحضوري كمان وطلبتها بحاجة إلى دعم أكبر في جميع المجالات. طيب أكرم، يعني كونك طالب خريج أكيد أخذت هذه التجربة والعديد من التجارب المجتمعية على طوال مسيرتك التعليمية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، شو النصيحة في ختام حديثنا وإياك، شو النصيحة اللي حابب تحكيها لكل الطلاب الجدد اللي انضموا بسنة المرأة أو المرحلة الجامعية الأولى أو غيرهم من الطلاب خلال سنواتهم الجامعية، شو النصيحة اللي حابب توجهها لحتى يكونوا متحمسين و متشجعين ومقبلين على هيك خبرات وهيك تجارب؟ أكيد هذا السؤال من أجمل الأسئلة اللي سألت يعني. بحب أحكي لهم إنه اهتموا في دراستكم بالدرجة الأولى أكيد، لأنه الجامعة هي جامعة بنفس الوقت يعني، تجمع جميع الناس من أي مكان ومختلف يعني المدن. فبحب أحكي لهم إنه تعرفوا على الناس، ابنوا علاقات جميلة داخل جامعتكم، ما تخلوا إشي يعيقكم عن أهدافكم ومستقبلكم أكيد، وإنه كلكم وجميع أو كلنا أكيد قادرين إنه نوصل لأي إشي بدنا إياه. خلي الطموح وشغفكم دائما في القمة، وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله أكيد، وإحنا كمان نتمنى لك كل التوفيق يا أكرم أبو الفي، طالب في جامعة فلسطين التقنية خضوري وهو خريج وعلى أعتاب التخرج من الجامعة. الجامعة فخورة بهيك مثال بواحد من طلبتها المجتهدين والطموحين، طالب في الهندسة الكهربائية، أكيد اللي حصل على لقب أفضل سفير للجامعات الفلسطينية والمنطقة الثامنة لشهر أيلول من العام الحالي 2024. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله حتى في حياتك العملية وفي سوق العمل. كل الشكر لأكرم وانضمامه وإيانا في برنامج طلة فجر، متواصلين معكم.